معنا من رام الله عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، مساء الخيرات لك وللجزائر. مساء النور. كيف تقيمون المبادرة الجزائرية بتنظيم لقاء بين الفصائل الفلسطينية خاصة في هذا التوقيت بالذات؟ الجزائر تتمتع باعتبار خاص لدى الشعب الفلسطيني وقيادته ولدى فصائل العمل الوطني الفلسطيني كافة، ولنا تجربة وللجزائر تجربة أيضا مهمة في رأب الصدع الفلسطيني. الجزائر لعبت دورا مهما في إنهاء الخلافات الفلسطينية والانقسام الذي امتد منذ عام 1983 لعام 1987 وأدى إلى عقد المجلس الوطني الفلسطيني التوحيدي عام 1987، والذي شكل هذا المجلس الوطني نقطة الانطلاق لتفجر الانتفاضة الفلسطينية الأولى في فلسطين، واللي على أثره عقد المجلس الوطني الفلسطيني الثاني في 15 نوفمبر 1988، والذي أعلن فيه استقلال، إعلان الاستقلال وإعلان دولة فلسطين من الجزائر. وأنا أعتقد أنه الثقة التي تتمتع بها الجزائر لدى معظم أو غالب القوى السياسية الفلسطينية. دكتور، كسؤال آخر دكتور مجدلاني، صراحة ما الذي يعيق المصالحة الفلسطينية؟ المصالحة الفلسطينية أو خلينا نقول الانقسام الفلسطيني ليس صناعة فلسطينية فحسب، وليس خلافا فقط سياسيا وخلافا على المصالح. الانقسام الفلسطيني له عوامله الدولية والإقليمية، وهو مصلحة استراتيجية إسرائيلية بالأساس، لأنه يمنع إقامة حل الدولتين ووفر للإسرائيليين والأمريكيين الفرصة باستمرار للتهرب من استحقاقات عملية السلام، وللتهرب أيضا من الحديث عن المفاوضات. عندما يقولوا مع من نتفاوض، مع حماس في غزة أو مع منظمة التحرير الفلسطينية وفتح في الضفة الغربية، وعندما نجري عملية مصالحة مع حماس يقول لنا أنكم أنتم تدعموا الإرهاب وتتبنوا الإرهاب، في حين أن تجربة المرحلة السابقة بيّنت بالملموس أن الاحتلال الإسرائيلي وحكوماته المتعاقبة كانت تغذي الانقسام وتدعمه، إضافة إلى أطراف إقليمية يعني أخرى. كان واضح تماما لدينا أن الذي يرعى الإسلام السياسي من الأطراف الإقليمية كان له مصلحة في استمرار الانقسام. طيب دكتور، هناك إجماع لدى الفصائل الفلسطينية حول مبادرة الجزائر بحكم أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، ما المطلوب من الجزائر؟ احنا برأينا الجزائر تحظى باحترام وبإجماع كل الفصائل. المبادرة التي أعلن عنها السيد الرئيس أمس عبد المجيد تبون، واللي لاقت ترحيب شامل من كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني، أنا أعتقد هذا الثقة بالجزائر يوفر بيئة ملائمة لإدارة حوار فلسطيني على أساس على أساس يمكن الجزائر من دفعه وإنجاحه. كما تفضلت، الجزائر تقف على مسافة واحدة من الجميع، ليست طرفا في الصراعات الإقليمية، ولا تستثمر ولا توظف العامل الفلسطيني كورقة إقليمية لمصلحة سياستها الخارجية. لذلك نعتقد أن الجزائر من الممكن أن تلعب دورا مهما انطلاقا أيضا من حرصها ومسؤوليتها ودورها التاريخي في دعم نضال الشعب الفلسطيني وفي دعم منظمة التحرير الفلسطينية،
ونعتقد أيضا أن نقطة البداية التي من الممكن أن تبدأ فيها الجزائر هو ما انتهينا إليه في اجتماعات القاهرة في 18 آذار من العام الحالي. هذه تشكل نقطة بداية لنبني عليها لمعالجة الوضع الفلسطيني القائم. واضح واضح جدا. شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، كنت معنا مباشرة عبر خدمة زوم من رام الله. شكرا جزيلا لك مرة ثانية.